أهلا وسهلا فيكم في بودكاست كاليدوسكوب، مصدركم للاستلهام. زي منظار الكاليدوسكوب اللي نشوف من خلاله أشكال وأنماط مرئية متغيرة لا محدودة، في هذا البودكاست بتسمعوا وجهات نظر وأفكار مختلفة، وبنستضيف أشخاص وخبراء من شتى المجالات اللي بيطرحوا مواضيع متنوعة عن مجموعة قضايا من زوايا جديدة لجميع مناحي الحياة، بهدف دمج الأفكار وإلهامنا بحلول مبتكرة. لا تنسوا أنتوا جزء من هذا الكاليدوسكوب، ومشاركة أفكاركم مهمة بالنسبة لنا. تواصلوا معنا بعد كل حلقة على وسائل التواصل الاجتماعي أو على contact@yemenpolicy.org. خلوني أرجعكم اليوم بالزمن 7 سنين لورا، مثل اليوم بالضبط تاريخ 9 سبتمبر 2014 الساعة 2 الظهر. يا ترى إيش كنت اللي ممكن تسويه الآن؟ خليني أذكركم أنه مجموعة كبيرة منكم كانوا بيستمعوا لواحد من أشهر البرامج الإذاعية في اليمن، شاهي حليب. سواء كنت في الباص، في السيارة، في البيت أو حتى في المطبخ، هذا البرنامج دخل كل بيت وكان له تأثير كبير على الشارع اليمني. برنامج ترفيهي بسيط يناقش قضايا مهمة بأسلوب ساخر، قدرت في سارة السوقري توصل بعفوية أصوات الناس وتخلط مر الدواء مع العسل. يا حيا وسهلا بكم اليوم في برنامج كاليدوسكوب، معانا سارة الزوقري وعزيز مرفق. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا اليوم. يا مليون شكرا لك أزال، وأهلين عزيز. بس بهذه المقدمة يا أزال رجعتيني بالذاكرة لأيام أنا اشتقت لها كثير. أعتبر شاي حليب من أهم وأقرب المحطات لقلبي. شاي حليب لمس وقع الناس، سل على قلوبهم، قربني منهم، فقدر يوصلني لليمنيين من كافة شرائح المجتمع. شاي حليب، شاي حليب، نغلي شوية انتقادات ونزيد عليهم شوية معلومات مع رشة إبداع مسبوكة بإيقاع. وهذه كانت مقدمة برنامج شاي حليب اللي ما تنتسي. إهداء لك يا سارة والمستمعين الأعزاء، كمان منه نعمل شوية ريفرش للذاكرة ومنها فرصة نعرف عنكم. معانا سارة متخصصة في مجال الإعلام، مديرة إذاعة وصحفية سابقة، تعمل حاليا في المجال الإنساني مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وعزيز يعمل في المجال الثقافي من 10 سنوات في اليمن، مصور هاوي وكاتب حر في الصحف المهتمة بالشأن الثقافي اليمني، أيضا حاليا مسؤول متابعة وتقييم مؤسسة بيزمنت الثقافية. ورجعت لك يا سارة، قولي لي إيش بالنسبة لك شاي حليب؟ أعشق الشاي حليب، أنا يومي ما يكملش بلا شاي حليب ثقيل يعدل الراس. أما الشاهي التي باكز الخفيف هذا ما ينفعنيش، بس بجد أزال يعني يمكن أجمل ما في التجربة بشاي حليب إنه وصل لشريحة كبيرة، وللسياسيين، صناع القرار، سفراء، رجال أعمال، لكن من خلال المواطن اليمني البسيط. أغلبهم كانوا يسمعوني فوق الباصات، التكاسي، البوفيات، في البيوت. وأعتقد كان في فجوة في هذيك الفترة، كان ينقصنا برامج، أصوات حقيقية نحس إحنا كناس عاديين إنها تتكلم عننا. كل اللي كان يعرض في الإعلام كان مسيس، مقيد، أو يخدم مصالح ضيقة. فشاي حليب بأسلوب بسيط وعفوي قابل اللي في نفوس الناس، والانتقادات كانت لمحاولة التصحيح مش للتجريح، وبعيداً عن أي توجهات سياسية، مناطقية ومذهبية. فعمل ضجة كبيرة، وعادة الكل يستنى التغيير يجي من فوق، لكن التغيير الحقيقي هو اللي يبدأ من الشارع، اللي يبدأ من الأرض. أنا كمستمع بنبصر أن الوضوح وأسلوب التقديم كانين من أهم عوامل الجذب بالنسبة للبرنامج. برنامج شاي حليب استخدام اللهجة العامية والميديا السوداء خلقوا البرنامج شاي حليب طابع مختلف وخلاه قريب من الجمهور. طبعاً أنا ألمسه في نفسي قبل ألمسه في غيري. فتقاليد الصحافة والإعلام كانت تفرض على الإعلامي استخدام لغة متكلفة وبعيدة عن اللهجة اليومية المستخدمة من مختلف الفئات، بس الفارق أنه البرنامج شاي حليب كسر هذا القاعدة، كسر هذا التقاليد.
العفوية واللهجة العامية بيوصل للمستمع أسرع، وبيحس الشخص إنه الذي بيقدم البرنامج بيتحاكى معه مباشرة. ولذلك صاحب الباص وصاحب البوفية حين يسمعوا سارة يردوا على مجبرها حين يلمس الجرح بعفوية، يعني يمكن كأني قدامهم، يعني كأني قادر أسمع أصواتهم، كأني قادر أتجاوبهم، وهذا هو الذي ميز البرنامج حق سارة. فعلا عزيز، في تفاصيل كثيرة بالبرنامج تشد الواحد، حتى الاسم يعلق في الراس. عندي فضول، كيف فكرتي بالاسم سارة؟ متى نزل لك الوحي؟ اختيار الاسم المناسب كان حاجة جدا صعبة، ميشن امبوسيبل. بعد كتابة وتسجيل عدة حلقات من شاي حليب، كنت أدور على اسم يعكس طبيعة البرنامج، كنت أدور على اسم قريب من الناس، يجذب المستمع، في نفس الوقت يكون مرتبط بالمجتمع اليمني، يكون باللهجة العامية، إلى أن أقالي الوحي وأنا أشرب قلاص شاي حليب من القوطي عند عم علي الساعة 11 بالليل بالسايلة في صنعاء القديمة. ويعني هنا أجت فكرة البرنامج، لأنه ثقيل في المضمون وخفيف في أسلوب الطرح، وكمان الشاي الحليب المفور هو ثقيل لكن في نفس الوقت ترتشفه بكل سهولة وانت مستمتع. أما عن الأسلوب الساخر للبرنامج فأجى بصورة عفوية وطبيعية، هذه تعكس شخصيتي، وأصلا هذا الأسلوب عادة محبب عند الناس وفي نوع من المتعة ويوصل الرسالة بطريقة سلسة. طيب، لكن ما تشوفوا أنه في ناس في اليمن مستهينة بقدرة الترفيه والفن والثقافة على التأثير في المجتمع؟ أيوة، الكثير بيركز على السياسة بوصفها أداة التعبير الأهم أو الوحيدة، لكن بتجاهلوا دور الثقافة والفنون في التأثير والتغيير على الفضاء العام، وهي الذي بتطور في المجتمع وبترجع لورا. وبها أمثلة كثيرة على هذا التأثير، منها مثلا على سبيل المثال، يعني أنا ما عنديش يعني أمثلة استخدمني حاليا، بس قصيدة لينا لعبد الكريم الرازحي تعبير لقدرة الفنان والشاعر على التنبؤ بسقوط دول كالاتحاد السوفيتي مثلا. ومع أنها قصيدة حب، الرازحي يواجه مشاكل الخيرات على مستوى الأحزاب اليسارية اليمنية في الثمانينيات، اشتغل لكم بعض الأبيات: كان الحاجز النووي يفصلني عن لينا، كان النجم القطبي أقرب إلي من لينا، أخذ اليأس يدب في دبيب النمل، وأخذ الخوف من لينا يلتم علي. لينا من عائلة النووية وأنا عائلتي من طين، لينا امرأة عظمى وأنا رجل مسكين، ولينا تسافر جوا بالصاروخ تنقلها مدمرة إلى الشاطئ، وحين تزور جارتها تركب دبابة. وفي المقطع من القصيدة الطويلة هذا يرمز لممارسات الاتحاد السوفيتي عن طريق سلوكية لينا. رمزيات الرازحي الساخرة بتروينا علاقة حب من طرف واحد بينه وبين لينا الذي هي رمزية للاتحاد السوفيتي. وفي المقطع من القصيدة الطويلة بيرمز لممارسات الاتحاد السوفيتي عن طريق سلوكيات لينا، وهذا الذي فعله مشاكل مع محيطه على المستوى السياسي. لو غيرنا كلمة لينا بالدولة المقصودة هنوصل للمعنى، وهنا هي عبقرية الفن في التعبير عن الحدث. وقتها ليت الثمانينيات كان انهيار الاتحاد السوفيتي مسألة يعني مش كل الناس بيفكروا بها، يعني غير فئة قليلة من الاقتصاديين المتخصصين أو المثقفين حول العالم، وتصريحاتهم أخذها الناس على إنها نوع من الشعوذة الذي مستحيل تحصل، أو إنه حرب إعلامية مدفوعة الأجر. يعني بالمختصر الوضع يشبه اليوم إن يقولوا لنا مش وقت. يعني أنا جداً أتضايق لما يقولوا الآن مش وقت الثقافة، مش وقت الفن، مش وقت السياحة، مش وقت الترفيه. كل شخص له دوره، الطبيب له دوره، والسياسي والمعلم والفنان كمان. إحنا بشر محتاجين نضحك، نستمتع، نتكلم عن الفن، وحتى إن كنا بوسط حرب ما فيش دور يلغي الثاني. يعني كفاية اللي اندثر واتاخد من تراثنا وفننا ولباسنا لأننا ما وثقنا ولا نشرنا، فبالعكس إحنا متأخرين جداً. أيوة، 7 سنين من التفرج على السياسيين دليل كافي إنه الوقت بيمر بدون تقدم. إحنا جالسين نتفرج، يعني ما بننجزش أي تقدم ملحوظ غير إن إحنا نتفرج على السياسة. والغريب إنه الناس عاملة تعارض بين العمل على ثقافة الفنون والسياسة، يعني على أساس إنه ما بش بينهن ترابط أو ما لينش علاقة ببعض، أو إنه إذا هذا موجود هذا يختفي. فلا، الثقافة والفنون ممكن تعبر عن معاناة اليمنيين بأي شكل كان، سواء مباشر أو غير مباشر. وبها أمثلة يعني واضحة يعني من التاريخ اليمني بتبين دور الثقافة والفنون في فترة الحرب، يعني سواء في الداخل أو في الخارج.
يعني الحرب الأهلية اليمنية في شمال اليمن بالأصح، يعني بين الجمهوريين والملكيين، اختفت آثارها. والآن يعني بعد سنة 62 حتى 69، الناس يعني ما عاد تذكرش ما هو أثر الحرب، بس إلى اليوم الناس متذكرة دور الفنون والترفيه في هذا الحرب. يعني كل واحد يتذكر يقول قال الشيخ الفلاني في الحرب، في الحرب الأهلية، قال الشيخ الفلاني في العلاني في الحرب الأهلية ردا على الملكيين، وهذا قال ردا على الجمهوريين، وهكذا. فإلى اليوم تأثير الفنون واضح، وهو حفظ لنا ذاكرة كبيرة من هذه الأحداث. والضرب الصواريخ والمدافع وهذا كله اختفى، يعني ممكن أثر موجودة يعني أثر قليلة جدا. فدور الفنون في حفظ الذاكرة دور مهم، يعني مش فرغة، هي خلاصة تجارب سابقة وتوقع أحداث يمكن نقابلها ونستنى نتعلم منها لتغيير بعض أحداث يعني الذي هو الحاضر أو المستقبل. هذا يخليني بس أتفكر أكثر عن تقاطع الفن مع من في المهجر من اليمنيين وموضوع الانتماء والهوية، إيش رأيكم فيه؟ الظاهرة ملحوظة يعني، وقليل درسوها. أنا مستغرب أنه قليلة جدا درستها، وهي ظاهرة دور المهجر اليمني في تنشيط الحركة الثقافية. معظم رموز الفن اليمني لهم تاريخ مع المهجر، سواء بالميلاد أو بالهجرة. يعني يمكن يكون ولد في اليمن بس هاجر، اضطر أنه يهاجر. وهنا لازم نركز على كيف يمكن نفعل دورنا في المهجر، يعني في هذه المجالات، لأنها دول محورية. أعتقد أني بتغير الصورة النمطية عن انفصال المهاجرين عن بلدهم الأم والانعزال عنها، لأن هذه صورة مكونة عند اليمنيين داخل اليمن، أنه هؤلاء يسافروا ينسونا، فهذا كلام مش صح. أنا أوافقك الرأي 100% يا عزيز بأهمية الدور اللي يلعبوه اليمنيين في المهجر، بس عندي شوية تحيز أو بايس للي موجودين داخل اليمن. يعني إحنا دائما نسمع إنه اليمنيين لما يخرجوا يبدعوا، هذا حقيقي، يعني أول ما تتوفر لهم الفرص يبهرونا، لكن القبعة الحقيقية اللي أشيله هم للناس اللي لسه قادرين على الإبداع ويطلعوا بأشياء رائعة في وسط الحرب، وبلا كهرباء ولا إنترنت، والمعوقات اللي ليه أول وما لش آخر. وفي كل المجالات نلاقيهم، يعني من داخل اليمن، الرسم، الغناء، الشعر، التصوير، الإعلانات، إيش الأمثلة الرائعة اللي جالسين نشوفها. فصحيح اليمن فيها معاناة كبيرة، اليمن تعيش يمكن أكبر أزمة إنسانية في العالم، بس هذا لا يعني إنه ما فيها جمال، ما فيها ثقافة، ما فيها موسيقى، ما فيهاش ناس قلوبهم نفس وناس طيبة. الواقعين حقيقيين والصورتين حقيقيتين ولازم يظهروا، لكن يعني خلوا الأخبار تنقل الحرب والشباب ينقلوا الحياة. ختامها مسك يا سارة، شكرا لك والعزيز، فعلا أثريتونا اليوم في الحلقة وأثبتوا لنا أنه لا زال في مساحة إبداعية تقوم بتمكين أفراد المجتمع اللي عايشين مكرهين ظل ظروف صعبة التخيل بشكل حي وديناميكي مليء بالأمل والإنسانية والكرامة.